بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 24. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب إزالة النجاسة، إذ قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس: المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث هذا فيه أن بدن المسلم طاهر، لا ينجس لا حيا ولا ميتا، بدنه طاهر. وكذلك الكافر الآدمي طاهر، بدنه طاهر. لا، أما قوله تعالى إنما المشركون نجس، المراد النجاسة المعنوية، وهي نجاسة الشرك يطهرها التوحيد. وأما بدن الآدمي فإنه طاهر حيا وميتا، ولكن تغسيل الميت هذا ليس للنجاسة، وإنما هو من باب التعبد لا تعلم حكمته، وإنما أمرنا بذلك. نعم. وحديث العرنيين متفق عليه. نعم، حديث العرنيين الذين جاءوا وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وليتعلموا الإسلام، ولما قدموا المدينة استوخموها، أصابتهم الحمى، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها وأبوالها، لأن في ذلك الشفاء من الحمى. فذهبوا، ولما تعافوا قتلوا الراعي، راعي إبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذوا الإبل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فجيء بهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قتلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة يطلبون الماء ولم يسقوا حتى ماتوا نكالا بهم. هذا هو حديث العرانيين. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوالها ومن ألبانها ليشفوا بذلك من الحمى، دل على طهارة أبوال الإبل. نعم. وفي البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبني المسجد في مرابض الغنم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، وأمر بالصلاة في مرابض الغنم لأنها طاهرة وبولها طاهر، فدل على أن فضلات الغنم طاهرة، وأن مرابضها وما تأوي إليه أنه طاهر ويصلى فيه، بخلاف الإبل فإنه نهى عن الصلاة في معاطن الإبل. نعم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في إحدى جناحيه شفاء وفي الآخر داء. نعم، هذا فيه أن موت ما لا دم فيه، موته في الماء
أنه لا ينجس الماء مثل الذباب والخنافس والشبثان ونحو ذلك من الحشرات التي ليس فيها دم، إذا ماتت في الماء فإنه لا يتنجس بذلك، وهو ما يقولون عنه النفس السائلة، ما لا نفس له سائلة، يعني ليس له دم، إذا مات في الماء فإنه لا يتنجس الماء، بخلاف ما فيه دم فإنه إذا مات في الماء فإنه ينجسه. نعم. زاد أبو داود: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وأما ما في هذا الحديث من العجائب فهذا الذباب في أحد جناحيه داء يعني مرضا، وفي الآخر دواء مضاد، وكان هذا الذباب يرفع الجناح الذي فيه الدواء ويغمس الذي فيه الداء، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه كله حتى يتضاد ويذهب ما حصل في الماء من الداء بجناحه الآخر. وهذا الحديث ضعفاء العقول وأصحاب الأفكار انتقدوه، وانتقدوا البخاري الذي رواه وقالوا فيه كلاما جاهليا ولا يلتفت إلى أقوالهم. نعم. أحسن الله إليكم. بعض هذه الأحاديث التي لا تستوعبها عقول هذه الجهال فيتجرؤون على النص بعقولهم لضعف إيمانهم، ليس عندهم إيمان قوي، أو ليس عندهم إيمان أصلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإلا فالمؤمن يسلم لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله جل وعلا يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول جل وعلا: وإن تطيعوه، يعني الرسول، وإن تطيعوه تهتدوا. فهؤلاء إما أنهم ليس عندهم إيمان، وإما أن عندهم إيمان ضعيف جهل، فلا يجوز لهم الكلام في مثل هذا. نعم. وفي حديث الحديبية: وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم. نعم، في الحديبية لما وهي الموضع المسمى بالشميسي الآن غربي مكة على حدود الحرم، لما أراد النبي قدم النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة هو وأصحابه، صدهم المشركون عن دخول مكة في الحديبية يعني على حدود الحرم، انتهى الأمر أن تصالحوا في أن يرجعوا من هذا العام وأن يحلوا من إحرامهم وأن يرجعوا من هذا العام وأن يعتمروا من العام القادم، سميت عمرة القضية، أي العمرة التي تقاضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين عليها. فالشاهد من الحديث تبرك الصحابة بريق الرسول صلى الله عليه وسلم وبعرقه وبتفله، وفي هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبارك عليه الصلاة والسلام، شعره وعرقه. ونعم. وفي حديث أنس عند البخاري في النهي عن البصاق في القبلة: ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال: أو يفعلها كذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبزق في المسجد وفي قبلة المسجد، ورأى نخامة صلى الله عليه وسلم، رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها وجعل محلها شيء من الطيب أو من الزعفران، وذلك لتنظيف المسجد وتطهير المسجد. فإذا كان الإنسان في المسجد وبادره أو بدره نخام أو مخاط أو ريق، فإنه يجعله في طرف ثوبه، في طرف كمه، ويفركه، يبزق أو يتفل في كمه ويفركه حتى يذهب أثره من الثوب، ولا يبزق في المسجد ولا يتنخم في المسجد. وفي الحديث
البصاق في المسجد خطيئة، كفارتها دفنها. نعم. ومر عمر بن الخطاب وعمر بن العاص على حوض فقال يا صاحب الحوض ترد على حوضك السباع، فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد عليها وترد علينا. نعم، هذا فيه أن الماء الذي في الفلات أنه طهور فيشرب منه ويتوضأ منه، ولا نسأل عما ورده من السباع والكلاب، الأمر يسر ولله الحمد، وديننا دين اليسر عدم التكلف. نعم. وعن كبشة بنت كعب أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا، قالت فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. نعم، هذا فيه أن ريق القط أنه طاهر، فإذا شرب من ماء أو أكل من طعام فإنه طاهر، وذلك لأنه يكثر دخول القطط في البيوت، فلو كان نجسا لتحرج الناس من ذلك، فالشارع خفف في هذا والحمد لله، وعلل هذا بقوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني تتردد عليكم وتخالطكم، فلو أنه يتنجس ما شربت منه أو أكلت منه للزم الحرج على الناس في ذلك. نعم. وذكر البخاري عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد غير جامد أو غير جامد كفأرة أو غيرها، فقال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل. نعم، إذا أن الفأرة نجسة، فإذا ماتت في السمن الجامد فإن نجاستها لا تسري في كل السمن الجامد، وإنما تؤخذ ويؤخذ ما حولها فقط، وبقية السمن الجامد يكون طاهرا لا تصل إليه النجاسة. أما إذا ماتت في شيء غير جامد، في شيء سائل، فإنه يتنجس بذلك بموتها فيه. نعم. وروى أحمد عن ابن عباس أنه سئل عن جر فيه زيت وقع فيه جرذي فقال خذه وما حوله فألقه وكله، قلت أليس جال في الجر كله؟ قال إنه جال وفيه الروح، فاستقر حيث مات. نعم، وهذا كما سبق أنه إذا كان ما ماتت فيه الفأرة ونحوها جامدا فإنه يؤخذ وما حوله، والباقي يستعمل وينتفع به لأنه طاهر لا تسري فيه النجاسة. أما إذا ماتت الفأرة في شيء سائل فإنه يتنجس كله إذا كان قليلا. نعم. وكان علي بن أبي طالب وغيره يخوضون في الوحل ثم يدخلون يصلون ولا يغسلون أقدامهم. نعم، هذا فيه أن الشوارع طاهرة ولا يسأل عما في تربتها وفي طينها، وفي ما يسأل عن ذلك، هذا من باب التخفيف على الأمة، والأقدام تصيب الأرض النجسة وتصيب الأرض الطاهرة، وهذه بتلك يطهر بعضها بعضا والحمد لله. نعم. وله عن إبراهيم كانوا يخوضون في الماء والطين إلى المسجد فيصلون. نعم، ولا وهذا يدل على أنه لا حرج في طين الشوارع إذا مر بها الإنسان ووطئ فيها، ولو كانت في طريقه إلى المسجد إزالة للحرج وبقاء على الطهارة. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس
من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله. هذا يزيد الغيش، يترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام.